طبعا يعني انا ما كان ودي اتكلم كلام سلبي، بس هذا واقع. يعني احنا بالنهاية لازم نتكلم بالواقع، ما نتكلم بأحلام لم تحقق. انا طبعا جدا يؤسفني ان احنا وصلنا سنة 2022 وما زلنا نتكلم عن حقوق المرأة. يعني المرأة، أنا دائما أقول مرأة أو رجل، الاثنيناتهم بني آدمين، مرأة أو رجل إنسان، في حقوق الإنسان سواء يعني للجنسين في حقوق، ولازم تنعطى حقوقهم ويؤدون واجباتهم. وإحنا بالكويت عندنا الدستور حافظ حق الجنسين وساوانا. فما أدري ليش يعني دائما يحسسونا، أو في سؤال يعني دائما يمكن أنا أسأله لنفسي، هل مواطنة المرأة منقوصة؟ هل المرأة مواطنتها أقل من الرجل؟ يعني أنت لما تعاملني غير أو تعاملني أقل، فأنا أتوقع أني أنا أقل supposedly، مفروض يعني. ليش المرأة دائما تعامل على أنها هي مواطن من درجة ثانية؟ ليش أساساً إحنا قاعد نحارب ونجتهد ونناضل ونسوي مثل المؤتمرات ونجهز لنا كلمات و عشان نطالب في حقوقنا، بينما أخونا، أبونا، زوجنا، حبيبنا، ولدنا، الرجل خذ حقوقه بدون أدنى جهد؟ ليش؟ يعني إحنا أول شيء خنقول إحنا بني آدمين، أنا دائماً أقول إحنا بني آدمين، هذا نمبر ون. رقم اثنين، إحنا مسلمين، يعني وين إسلامنا؟ وين العدل؟